يلقي الملك سلمان بن عبد العزيز هذا المساء خطابا تحت قبة مجلس الشورى السعودي، وذلك جريا على العادة السنوية، حيث يلقي الملك أو من ينيب عنه خطابا سنويا يوضح فيه سياسة المملكة خلال الفترة المقبلة تجاه الأحداث الداخلية والخارجية. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الرياض مراسلنا حمد المحمود. أهلا بك حمد، هل علمت الخطوط العريضة لخطاب الملك المرتقب؟ نعم، بعد قليل سيكون هناك كلمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز هنا تحت قبة مجلس الشورى جريا على العادة السنوية، وأيضا إعمالا بالمادة 14 للنظام الأساسي لمجلس الشورى التي تقول أو يقول نص هذه المادة بأنه يلقي الملك أو من ينيبه خطابا سنويا في المجلس يوضح من خلاله سياسة المملكة الداخلية والخارجية خلال الفترة الماضية. طوال الفترة أو طوال الفترات الماضية كان الحضور للملك هنا في قبة المجلس ويلقي من خلاله الكلمة أمام الرئيس وأمام الأعضاء لمجلس الشورى، لكن هذا العام الأمر مختلف تماما بفعل فيروس كورونا وما خلفه من إجراءات احترازية. ستكون كلمة الملك عبر الاتصال المرئي في هذه الدورة وهذا الإجراء الاستثنائي في الدورة الثامنة للمجلس، ستكون هذه الكلمة عبر الاتصال المرئي، سيوضح من خلالها الملك سلمان بن عبد العزيز سياسة المملكة الداخلية والخارجية خلال الفترة المقبلة عملا وجريا بالمادة 14 من نظام مجلس الشورى. إضافة إلى ذلك سيلقي أيضا الأعضاء الجدد الذين تم اختيارهم لمجلس الشورى عملا بالمادة 11 أداء القسم أمام الملك سلمان بن عبد العزيز. نوضح فقط بأن أعضاء المجلس هم 150 عضوا، 30 عضوا منهم يكون من النساء بواقع 20%. نعم، شكرا جزيلا لك مراسلنا حمد المحمود، كنت معنا مباشرة من الرياض.